مهمتين مهمين جدا في اتنين شامبيونز ليج. بما ان احنا بدانا تشامبيونز ليج الافريقي فهنتابع معاكم بقى كل يوم اربع مع كل جوله كده الدنيا ماشيه ازاي، واكيد طبعا تشامبيونز ليج الاوروبي اللي مش جاي على الهوا السنه دي ولا ايه؟ يعني ما طيب خلينا نبتدي بتشامبيونز ليج او بدور ال 32 في تشامبيونز ليج الافريقي الاول. ابرز النتائج او اهم النتائج اللي لفت نظركم، خصوصا ان الجوله كان فيها كتير من المفاجآت خصوصا مع الكبار. هو الاسبوع ده مش اسبوع الكبار لا في اوروبا ولا في افريقيا باستثناء الاهلي طبعا اللي حقق الفوز خارج ارضه على الاتحاد المونستيري. ابتدي بماتشات 32 معاك يا فاروق، شايف النتائج ازاي واكتر نتيجه لفتت نظرك؟ اكيد طبعا النتائج تعثر الكبار سواء الوداد المغربي او الترجي التونسي امام فرق نيجيريه اللي من فتره طويله جدا الكره النيجيريه ما كانتش بتفرز انديه او بتفرز كوره كويسه على صعيد الانديه، كان الاهتمام اكتر في المنتخب باللعيبه المحترفه وما كانش فيه اهتمام بالدوري المحلي. لكن نتائج الانديه النيجيريه في البطوله السنه دي بتقول ان في استثمار كده موجود في الكره النيجيريه على غرار اكتر من دوله في افريقيا، بقى في استثمار في بعض الانديه الجديده، لان معروف كان نيجيريا كان نادي انيامبا النيجيري هو اللي مسيطر على الكوره. أيوة محليا حتى وافريقيا، لكن دلوقتي بنسمع افريقيا دول يعني تقوم وترجع يعني بالزبط. في فتره من فترات كان اشانتي كوتوكو مثلا اسك ابيدجان القطن الكاميروني جه شويه انيامبا مازيمبي، يعني في دول بتقوم وبتقع ما على حسب الاستثمار تاني. يعني هو في افريقيا على حسب الاستثمار، يعني نادي مثلا زي مازيمبي اندثر فتره ورجع فتره على حسب الاستثمار اللي كان موجود، سواء كان موجود رئيس الاتحاد الحالي اللي كان موجود في مازيمبي او اللي بعده، وحاليا الاستثمار موجود لسه في مازيمبي، فهو على حسب الاستثمار في الانديه الافريقيه، وده ما بيدومش كتير، يعني الاستثمار ممكن يدوم لخمس سنين، بيبقى النادي صاعد ممكن تلاقيه في نص النهائي، بيبقى موجود في دور المجموعات، بعد كده المباراه النهائيه، لكن بعد فتره بيبقى في اندثار شويه واعتقد ده اللي موجود حاليا في الكره النيجيريه يعني. طيب نستعرض معاكم نتائج الماتش عشان لو برضه نفكركم بيها، بما ان الماتش بقى لنا كذا يوم. دي جولة 32 طبعا يانج افريكانز لا الاول المريخ السوداني في مواجهة اهلي طرابلس بنتيجة 2-0 لصالح المريخ، نتيجة طبعا على ملعب المريخ فكانت نتيجة منطقية. يانج افريكانز تعادل 1-1 مع الهلال السوداني. اسكو كارا توجو خسر على ارضه على ملعبه بنتيجة 1-2 قدام شبيبة القبائل الجزائري. جمعية نيجلك النايجر خسر 0-2، الارض ما لعبتش مع اصحابها الجوله دي 0-2 قدام الرجاء الرياضي المغربي. كيب تاون الجنوب افريقي خسر بنتيجه 0-3 قدام بيترو اتلتيكو على ملعبه برضو جداً. نتيجه كبيره جدا طبعا. فيبراس الاوغندي تعادل 0-0 مع مازيمبي الكونغولي. الاتحاد المونستيري خسر على ارضه وسط جمهوره من الاهلي نتيجه 1-0. ايوه هاتوا لنا التقايل بقى، هاتوا لنا المفاجآت. التقايل جاي ده نيجيريا نيجيريا مكسره الدنيا. ماميلي دي لا لاباس سيشال خسر 7-0 في ملعبه من سان داونز. سان داونز جاي ايه يكشر عن انيابو. اتقل نتيجه طبعا واتقل سكور في الجوله. ريفرز يونايتد ما سمعتش عنه قبل كده من نيجيريا كسب. واحده من المفاجآت طبعا طبعا، حتى وان كان على ارضه وعلى ملعبه، بس انه يكسب الوداد حامل اللقب بنتيجه 2-1. ونفس النتيجه اتكررت من بلاتو يونايتد ايضا النيجيري في مواجهه الترجي الرياضي التونسي بنتيجه 2-1. اعتقد ان النتيجتين دول هنقف عندهم انديه يعني انديه اساميها جديده برضه مش عارفينها. لسه بقول لك انا اول مره اسمع على بلاتو ولا ريفلز. بريميرو دي اوجوستو او الاول من اغسطس الانجولي خسر 1-3 على ارضه برضه قدام سيمبا التنزاني. واسيك ميموزا خسر على ارضه برضه، اسيك ميموزا كوت ديفوار على ارضه 1-0 من هورايا كوناكري الغيني. بعد كده دي جوليبا المالي بنتيجه كسب 2-1 على شباب رياضي بلوزداد. وفلامبو البوروندي خسر طبعا، يعني هي طبعا اتلعبت عندنا هنا بس هي المباراه اللي بتتحسب بانها على ارضه، خسر بنتيجه 0-1 قدام الزمالك المصري. نتائج مريبه جدا. الارض والله خلاص الارض يعني ما بقتش مقياس. وبعدين بغض النظر عن موضوع الارض، احنا بس لو يعني لو 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 نخلي الصوره عشان او ممكن نجيبها من عمبارح. تمام يلا يلا نجيبها لك. الترجي بيخسر من 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 فرقه نيجيريه زي ما احنا كنا بنتكلم. لو خسر من انيمبا كنت ممكن اتخيل كنت ممكن اتفهم ان هو بيخسر من انيمبا، بس بيخسر من فرقه اول مره تظهر في الحياه. بلاتو يونايتد ريفرز يونايتد كذلك. المفاجاه كانت بالنسبه لي واي حاجه ماشيه يونايتد ما عدا مانشستر يونايتد هو يعني ما عدا هو اليونايتد الوحيد اللي واقع اللي من ضمن المفاجات بالنسبه لي انه بريمير دي اوجوستو بريمير دي اوجوستو ده كان سيمي فاينل 2019 2020 حكت وفرقه قويه جدا على ارضها قويه جدا تخسر على ارضها من سيمبا فريق كويس
فريق لطيف ما عنديش مشكله في ده، بس مش على ارضي اخسر 3-1 وانا فرقه كبير. يعني بريميو دي جوستو فرقه كبيره، مش فرقه سهله تتغلب على ارضها. سيمبا اوكي تمام، احنا واخدين حد من سيمبا ولعبنا سيمبا وشفنا هم قد ايه بفرقه قويه على ارض الملعب، بس على ملعبهم بره ملعبهم مش بهذه القوه. في انه بريمير دي اوجوستو يخسر 3-1، انه باسك مموزه يخسر من حوريا كوناكري، اعتقد فيها ان شباب بلوزداد حتى وان كان خارج ملعبه بس يخسر 2-1 في المباراه، نتائج بتدل على زي ما كان فاروق لسه بيقول حالا، فكره الصعود والهبوط، فكره انه وزي ما انت ما كنت بتقول اتس فيز، كل فيز مرحلة. بيبقى بالظبط مرحله، كل مرحله بيبقى فيها صعود دول او صعود فرق وهبوط فرق اخرى، لانه زي ما هنشوف نيجيريا رجعت تاني بس مش رجعت بالاسم الاشهر اللي عندها اللي هو انيمبا، رجعت باسمين من بره الموضوع خالص، فهي فيزز بتطلع وبتنزل. الحاجه الوحيده الثابته في افريقيا هي مصر. الفرق المصريه في افريقيا هي الاهلي تحديدا بيجي بعديه الزمالك، وقيمه مصر في افريقيا هي القيمه الثابته الوحيده اللي موجوده في دوري ابطال افريقيا. صحيح. خلينا نقول مين الانديه يا احمد اللي ممكن تشكل تهديد في النسخه الحاليه او تبقى في نسخه قويه نقول ان هي ممكن تكمل. لو بنتكلم اعتقد ان سيمبا بقى في استقرار وفي تجارب كويسه، ماميلودي سان داونز اعتقد كمان من الفرق اللي على مدار السنين اللي فاتت كانت مكمله بشكل كويس، فرقه كمان بيتو اتلتيكو ميركاتو السنه دي قوي بالظبط، وبعدين كورتهم معروفه وفي استقرار فني بقى لهم فتره. بيدرو اتلتيكو كمان اعتقد ان هو مشروع كويس جدا في انجولا، والبطوله النسخه اللي فاتت كان بيقدم مباريات قويه جدا شفناها في مجموعته، هو تاهل على حساب الزمالك بالظبط على حساب الزمالك وكانت مبارياته كويسه جدا وعندهم كوره، فممكن النسخه دي هو كسب حتى مباراه الذهاب واعتقد ان هو خلاص شبه حسم التاهل، وكان ند كمان مع الوداد اللي وصل في النهائي اللقب يعني بالظبط. فدولت الانديه اللي احنا نقدر نقول لسه بقى النسخ النيجيريه دي محتاجين نشوف هل هيكملوا المفاجاه ولا لا، واعتقد لو كملوا المفاجاه او حد فيهم ازاح الوداد او الترجي هيبقى فرقه لازم لازم تتاخد في الحسبان. مفاجاه دور ال 32 القويه جدا، والترجي او الوداد ما يخشوش دوري مجموعات، دي هتبقى يعني قوية يا ريت يعني بس هيلعبوا في ارضهم يعني بطل النسخه الاخيره من دوري الابطال يخرج من فرقه اول مره تظهر في التصنيف يعني بتبقى غريبه فعلا. غريبه. انا دايما بحب النادي الاهلي يواجه الفرق الافريقيه اكتر من فرق الاشقاء او شمال افريقيا، بحس المباراه حتى لو الفرقه الافريقيه هي افضل من فريق شمال افريقيا ولكن في كده شويه ايه، يعني لما تلعب لعيب من شمال افريقيا هو لعيب شبهك افكاره زيك عنده التزام تكتيكي كبير، لكن اللعيب الافريقي ممكن شويه بس احنا يبقى في شويه رعونه يعني تكتيكيه. يعني انا هختلف معاك في النقطه دي، يمكن ده كان زمان لكن في الخمس ست سنين اللي فاتوا لا، يعني او في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ما بتهاليش انه في فريق في افريقيا قدر يتعب النادي الاهلي، واستثني من ده مباراه النهائي لان انت عارف مباراه النهائي الامور ما كانتش فير، يعني المباراه دي لو اتعملت في ظروف طبيعيه 10 مرات الاهلي يكسب 7 أو 8 والوداد يكسب 2 يعني وهبقى فير كمان، لكن انت كسبان الوداد في اخر 3 سنين رايح جاي، كسبان الترجي رايح جاي، كسبان الرجاء يعني فيش حد في افريقيا ارهقك حتى من الكبار مع كامل التقدير والاحترام، كلهم انديه كبيره جدا طبعا وبالتاكيد مرشحين للمنافسه على اللقب، لكن انت في السنوات الاخيره انت قدرت تروض شمال وجنوب صح ولا؟ يعني متفق بنسبه ومختلف بنسبه، لانه لا التجارب مع فرق شمال افريقيا طبعا مع 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 الوضع في الاعتبار انه الاهلي كان الاكثر حظا عليهم في فترات كبيره جدا من الزمن، بنتكلم في اخر 5 سنين خسران 3 نهائيات الثلاثه من شمال افريقيا تمام. فلازم نحط ده في الاعتبارات برضو واحنا بنتكلم، فيها عوامل خارج الملعب وفيها اللي بيقال ان هو بفعل فعل المصطلح اللي انا ما بحبش اقوله ولكن اللي هو الواضح جدا بالنسبه للجميع، بس ده ما ينفيش ان هم فرق لازم تحترم في الملعب جدا طبعا جدا طبعا منافسين محترمين لازم تديهم حقهم. بص هو الاحترام المنافس ده سواء الاشقاء او سواء اي طبعًا فرقه طبعًا. ده جزء من الرياضه تمام جدا ما عنديش مشكله في ده، بس هو زي ما كان فاروق ما بيقول لو لازم تحترم الاشقاء في شمال افريقيا اكتر من غيرهم لان هم شبهك وعارفين انت بتفكر ازاي لان هم بيفكروا زيك، حتى نفس المينتاليتي في الملعب نفس الروح نفس الجرينتا في الملعب، فلا يعني احنا محتاجين نبص بصه مختلفه كيف نواجه فرق شمال افريقيا خاصه في الحقبه الحاليه، ما بتكلمش تاريخيا لانه تاريخيا انت متفوق عليهم باي فار كمان مش بنسبه قريبه. يعني بقول لك لو استثنينا المشهد في النهائي انت التاسعه واخدها على حساب الوداد رايح جاي والزمالك هنا في مصر،
اللي قبلها واخدها على حساب الرجاء، واخد سوبر على حساب الرجاء، واخد سوبر على حساب نهضة بركان، اللي بعدها واخدها على حساب كنت واخد فيها الترجي رايح جاي، وخدتها في النهايه على حساب كايزر تشيفز. فاقصد اقول في نسخه انت طلعت سان داونز اللي كسبك، وبعدين طلعت الترجي، وبعدين لعبت الوداد طلعته، وبعدين ولعبت الوداد تاني، ولعبت الترجي تاني، انا ما عنديش مشكله، ولعبت الرجاء ما عنديش مشكله في كل ده. الفكره اللي انا بتكلم عليها هي اللحظه الاخيره اللي هي اللي بتدوم بعد كده فور ايفر، لما بتيجي تلاعب الفرق بتاعه شمال افريقيا في النهائي. فيرجن